اوكي وقفوا وقفوا وقفوا، رح شيل ايدي عن حواجبي بس ممنوع تضحكوا علي، بعدوني انه ما رح تضحكوا علي. 3 2 1. يا رب ارحمني. خليني اشرح لكم شو عامله بحواجبي. سو عملت شيء اسمه مايكرو بليدنج. لك بعد عني بعد عني كثير انا انسكيور اباوت ماي ايبروز كثير. اللون هذا رح يروح بعد 4 ايام، وبتعرفوني انا يعني ما بختفي عن اليوتيوب، وبغض النظر شو المصاعب عني ما رح اقطع، فقلت رح اصور ولو حتى حواجبي هيك شكلهم. هاي كيفكن حبايبي، ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم بفيديو جديد، وبفيديو اليوم عنا من اقوى التحديات اللي انا واهلي عملناها بحياتنا. انا متاكده كلياتكم شفتوا صوره الفيديو وقلتوا شو هالمسخره، حاطين شويه مي وفيها حبتين ايس فعاملين انه تحدي التلج، بس نو. سو في تحدي اسمه الايس باث اللي هو حمام التلج. فعليا المي اللي شايفينه وراح تشوفوها بفيديو اليوم درجه حرارتها 5%. انكم تعملوا هذا التحدي شيء كثير صعب، بده تمرين لمده 40 دقيقه وبده مدرب يكون معكم لحتى يهيئكم تعملوا هذا التحدي. طبعا التحدي اللي رح نعمله ما هو بس تحدي ومسخره وقعدنا بمي بارده، نو. هذا التحدي او هي التريتمنت تعتبر مفيده للجسم وبالاخص للشرايين. سو كلياتنا على طول بندرب عضلاتنا. عضلاتنا ايه فعليا العقل له دور كثير كبير بفيديو وتحدي اليوم، لانه لما نحن ندخل على المي اول شيء عقلنا بده يقلنا يا انه اطلعي برا المي، رح يصير عقلنا يبعث انذارات وينبعث تنبيهات لجسمنا يقول يا حبيبتي اطلعي، ايها القلب دق بسرعه وطلعه. لازم يكون عندكم بهي الفتره قوه التركيز. المفروض انه نقعد اقل شيء 2.5 دقيقة، وصدقوني 2.5 دقيقة كانوا من اصعب الدقيقتين اللي انا عشتهم بحياتي. وبالمناسبه الوجع رح يعلى شوي 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 شوي، بس من بعد الدقيقتين جسمك رح يكون تعود او قادر يتحمل الوجع اللي انتم فيه. هذا بيعني انه مخكم gave up on you، مخكم تخلى عنكم وحواجبكم. قبل ما نبلش الفيديو بدي اقول حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى ما تفوتوا كل الفيديوهات اللي عم ننشر لكم اياها، وكمان بليز ما تجربوا هالتحدي بالبيت لانه في تمرين وفي لازم حدا معكم ولازم ما كثير ترجفوا، قصه كثير طويله رح نحكيها هلا بعد شوي. وهلا بدي اقول خلونا نبلش الفيديو. اوكي جايز، سو اللي رح يصير كل واحد فينا رح ندخل بالدور. المفروض انه اول شيء نعمل دقيقتين، وبعد الدقيقتين رح يكون في خطوه ثانيه ورح ننزل مره ثانيه بالمي ونشوف قد ايه فينا نطول. ليش؟ لا ما بدي. يلا بدأت بالساعة. يلا وانت وجوبة رح تحسي وجع منك حسيتي من قبل، لأنه هو وجع الولادة؟ ايه انت امزح، هم ولا مرة مجربين وجع الولادة، فأنت بتخبرينا. ايه حدا مولد قال بسم الله جسمك رح يقلك، عقلك رح يقلك اطلعي، كل شيء رح يقلك اطلعي. انت بدك ضلي وما تركزي على الوجع، ما تركزي على الوجع، ركزي على التنفس. تنفس يا ماما. يلا ماما يلا تقدمي. ماما ماما هي ما عم تطلع. يلا ما تفكري فيها، تنزل 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 تنزل. ماما بتقدري، يلا بتقدري، زلي وما تفكري، انت اقوى منها. يلا ماما شوي شوي نزل. ايوه تقدري تقدري. يا اسلم نزلتي خلاص خلاص. برافو ماما، برافو مامي. نزلي نزلي وركزي، نزلي بعد نزلي بعد. ماما تنفسي بس. الله ايديك كيف فيك تحطيهم هون؟ ماما نزلي هون. ايه دف رجلك دف رجلك. سريع حاضر فيني ادور بس ما رح اعاند نفسي. حبايبي قبل ما نكمل الفيديو خليني احكي لكم عن قصه صارت من 4 سنين. سو من 4 سنين انا نشرت هذا الفيديو اللي شايفينه هون. بالفيديو نفسه كنت عم بعمل ردة فعل على غنية كتير انا كنت حاببتها لشاب سعودي اسمه مشعل. اللي صار انه من كم يوم حكاني مشعل وقعد يخبرني التغيرات اللي صارت بحياته من ورا الفيديو البسيط اللي انا نشرته. اليوم مشعل صاير فنان،
صاير عنده أكثر من 1,000,000 مستمع على سبوتيفاي شهريا، كمان كان بافتتاح جيمرز 8 بالسعودية. الشيء اللي أنا بحبه بفنه لمشعل هو إنه بيكتب الكلمات كلها لحاله وبنفس الوقت بيعزف كل الآلات لحاله، يعني فعليا يتداخل بالفن بعمق. شفتي صرصور؟ اوكي، بما انه نشر فيديو كليب جديد رح شغل منه مقطع لحتى نشوفه سوا، وللناس اللي حابة تشوف الفيديو كليب فيكم ترجعوا تشوفوه اليوم بعد 4 سنين من الفيديو كليب الاول. الرابط حيكون تحت بصندوق الوصف وكمان حسابه على الانستغرام وعلى التيك توك. خلينا نشوف. اسمه ديسكو كاوبوي. جوي جوي جوي. اوكي جايز، الفيديو كليب كتير حلو، كله داخل ببعض، حتروحوا احضروه. انا حضرته اوريدي كذا مره، ف مثل الاغنيه الاولى. يس، عن جد فخر كثير كبير انه شاب صغير بهالعمر وعربي وسعودي وصلنا كل هالنجاحات بعمر كثير صغير. حسيته انا صغير هيك كتكوت. المهم خلينا نكمل الفيديو شوي. يلا يلا خذي نفس شوي تركيز، خلص ركزي معي بس شوي شوي، وطلعي راسا زي ما قدرتي. لا تقدر تقدر بس تقدر، هي بسيطة. لا تقدر تقدر بس ما تطول. شطورة بنت ماما، ما تفكري فيها. ليش هيك عملتيها كأني نزلي على الحرب؟ كأني داخلة على الحرب شوي شوي. ماما ما 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 تكومي حالك، خذي نفس. فكري مين بتقدر تعمليها. لا 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 استي استي قلبي على جسد. قاتل قاتل دونت ثينك اباوت هات دونت ثينك اباوت هات دونت ثينك اباوت هات. بس انت ما تفكري فيها بس تصير مره. صح بطلة. يلا لا لازم توقف الشمس. ايه شمس ايه شمس خليت ويت ويت انجو سكوات لانه ايزي وانز نوت اول ذا. يا خجلتي اذا ما احسن تعملها. جايز اتوقع هي كانت من اقلم تجربه بجربها بحياتي، بس بنفس الوقت من احلى التجارب اللي جربتها. عم اقول يا انا يا انا لنشوف، حضل قاعده جوا. بس قدرت اعمل 2.5 دقيقة باول جوله، لنشوف شو حنعمل بالجوله الثانيه. شو يعني شجعوني؟ طيب وانا هو كبري. لا مستحيل. الله صعبه هي. You can do it بس don't think. ما تفكرش don't think about it. لا تفكر بالمايك، لا تشكر بالمايك. غلب على الصعاب. طيب اذا عيب علي اذا ما اسويه صح؟ ايه. انت شجاع، انت شجاع، انت جامد. انا قادر، انا قادر. يس خلاص بس خلاص. زحت زحت لقدام، زحت لقدام. الله بقلب لورا. اول 10 ثواني بفرجه. زين 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 اسرع. زعل زعل زعل، ما تفكر بالموضوع. انزعل. ريلاكس جلال، رخي حالك. بدك تقرب اجريك وتنزل. واو بس بس خليت نفس نفس. طيب اعمل لك مساج. ايه نفس. جلال الناس كلها بتتفرج على الفيديو ده. 6 سكندز كل نفس. لحسه ما بتنفس. شكله بضحك ومركز. Why is he not breathing؟ جلال طلع علي. من عراسه عراسه. لا اشوفك انت هلا. ايه مدام نفخه قوه التركيز. عم اعمل عم اشحن. وحش وحش جلال وحش. شكرا شكرا. تصفقولي تصفقولي. واو جلال برافو. غيره ما في غيره. يلا الله ربي يبارك الجميع. يلا الله حيه. لا والله انك وحيد. واو واو بطل. سقفة طلعية. لا تفكر ما في وجع، ما تفكر ما في وجع. انسى وين عن وجع بس فكر. حبي تنصف المتابعين لا تجربوه. جسمي عبالي يطلع. اوكي بس انا عبقله ما بدي اطلع. جسمي هذا انا بقول لك شو راح تساوي، مو انت احكي شو راح تساوي. ما بعرف اذا التكنيك هذا صح ولا يا جماعه بس يتزباد. ضرب مخه للشب على الايس. الله
بس جسم احمر زين. شركة مؤسس قوة التركيز وينها؟ سلايد واحد شركة قوة التركيز عم احميك بردة ما راح تحمي ما راح فيك تحمي انا راح تضل بيت هيك عم تصبح حالك انت محسبة شي موضوع you made us disappointed ايوه بس يلا you did it رح يكون صعب بس شوي شوي بس اول شيء ثواني عادي هلا فيك تركزي على التنفس خلص عم الله 20 ما بيأثر قاعدة انت على جزيرة على البحر شمس قاعدة مع شخص فيها شو استخدمتي هندن ابرور اوكي يلا اوت 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 خلص خلص يلا اوكي اي كانت برافو يس بداية تحت الحاجة ما نطلع بريد لا تحت لابو قوة التركيز والرب يبارك للجميع Don't think about it. Okay, أتوقع هلا أنتم خلصتوا الفيديو فإن كنت عم بستناكم تخلصوا. المهم هذا كان فيديو اليوم كلياته. خبروني شو كان رأيكم بالأداء اللي نحن عملناه. هلا المفروض كان ندخل مرتين بس نص الشعب ما حبيت يعني مخهم قال لهم لا تدخلوا فنص الشعب ما دخل على المي. أنا دخلت مرتين بس تاني مرة قدرت أعمل دقيقة أو دقيقتين بس. خبروني شو رأيكم بفيديو اليوم. إذا حبيتوا بدي أقول حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى ما تفوتوا كل الفيديوهات اللي عم أنشر لكم إياها وعشان نتفرج على حواجب نارين أكتر. هي آخر مرة بتشوفوا حواجبي هيك بوعدكم باي.